باين وصل واحد الميساج. دابا حنا ضربنا تماره خدمنا، جا واحد خونا بداها بالضحك كيحلف بالله، وواحد حنا كنا ثلاثه الدراري، واحد من دوك الثلاثه اللي معانا فهمتي دايرين خطه مع الاخرين. بقينا المهم مشينا للمضيق، انا ولد كازا مشيت للمضيق طنجة الألاعيب، كرينا واحد البيت ريحنا فهمتي، وشد وديما نكونوا يقطين مع الدراري ديال الحراب. المهم ملي جات الوقت تلاقينا في المضيق، مع قبل ما نمشيو قبل ما نوصلوا حنا فهمتي للبحار والألاعيب، من تما في الطوموبيل طرنا البلا بقاو بالمساوس. ها الطوموبيل باركين علينا بعد في الاول، باركين علينا ماش خلصوا ماش حطوا شي حاجه حتى اللي توصلوا التباش وداك الشيء فهمتي. المهم دابا حنا شطرا لينا الاخرين اش قالوا لينا، قالوا لنا حط فلوس. داك خونا اللي معانا حنا من دوك الثلاثه دابا راه باقي سخفان، راه والله شاك شي اب ضربني هنايا وحق الرب. لا عسف مابقيتش كنحمل نخرج لتا حاجه على هاد اللعيبه اللي داروا لينا وحق الرب. كيفاش يدير لكم فلوس اخرى كيفاش يصرفوا؟ وي دابا حنا دابا شو دابا انا راه باقي سالف فهمتي، والله ما دابا راه عام ونص باقي ما مستوعبش فهمتي. دابا حنا كنا مريحين في الطوموبيل، جا عندنا خونا اللي كان معانا داك الثالث فهمتي، بارك علينا حط لي فلوس اعطيه باق الرق صافي، كل واحد حط الباي ديالو فهمتي. شويه مشي في المضيق نيت تما خونا بلاصه الطوموبيل في واحد القهوه، دخلنا تقهوينا فهمتي، مشينا لديك القهوه ورجعنا كاميرات الالاعيب، قالوا لنا صافي الاخرين ما كاينوش باينين ما فهمتش واش جنون لله اعلم شنو فهمتوا. خلاكم في القهوه ومشاو؟ لا رجعنا للطوموبيل، مشينا للقهوه تقهوينا رجعنا للطوموبيل فهمتي، بقينا داوين ما فهمناش واش دارنا الطلاميس ولا شي لعيبه، تهودنا ما عارفش كيفاش تهودنا رسميتو ومشي والله ما فهمتش شي حاجه والله. يعني باقي دابا صدق ما مستوعبش داك الشيء وراه انا عس دابا انا في الدار صح، بقيت حامل حتى شي حاجه ولكن هانيه كلشي دايز. ما حملت خدم ما حملت تحرك ما حملت ها ودي شوف راه نخدم، ولكن ما بقيتش انا فهمتي بحال لا الرسوك فهمتي. ديك الكاميرا كاع اللي ضربت شحال خدمت هاني ربي كبير، ملي خرجت من القرايه من السيزي دابا تقريبا شي عامين تقريبا جمع مليون ونص. مليون ونص وشي لعيب مع ذلك جا واحد دارك بارده ربي كبير. دابا هو عند بالو مطور ولكن هانيه فهمتي هاني. واش بتقول لك السيد هذا مع سميتو سمير باقي عاقل على السمير؟ كتعرفوه شخصيا؟ لا خونا اللي كان معنا داك اللي كان معنا في المجموعه اللي طلق علينا اللي قال لنا هذا البلان هذا هو اللي كان مع في الدرب ولد الدرب. خونا اللي كان معكم كتعرفوا هاكا يريح معانا في الدرب الالاعيب فهمتي. لا هو مشى صافي مشى معاهم وقيل صعب عليكم السمكره. شنو قالوا لك والديك فاش رجع شي محطم؟ حتى لا والله ما قلتها لهم بالله ما قلت حتى واحد هنايا فهمتي، مشيت ريحت لبدت فهمتي. اش غدي دابا اخويا؟ راه قلت 23 اش بغيتي تحرق انت دابا اخويا؟ لا ماشي دابا علاش باغي نحرق هنايا، راه اي واحد عارف البلاد كي دايره فهمتي. راه كيقول لك ديك اللعيبه ديال الدراري خدموا ماشي تطريح، ولكن حنا راه كنضربوا شماره كنخدموا، والحلم الوحيد هو نحيدوا من هنا باش نمشيو نقصروا كره. عطى الله ما يدير فهمتي، عطينك القانون ديالك الالاعب ديالك تما راه درجه تما راه غتوصل فهمتي، حتى هنا راه غتوصل، ولكن راه صعيب لو وصل شي كاع تكون 66 عام عاد فهمتي تلقى راسك شرفتي ولا شي لعيبه، وانا كاين عصا في الرويضه في هذا البلاد. واخا دابا خويا دابا عندك الفلوس واش عاود تحرك عاوتاني؟ على حسب خاصني نفكر اخويا. باغي كتشيق في الحراقه؟ ودي شوف انا اخويا تخونا جه درنا السماوي ما فهمتش فيه والو والله اخويا، بقيت نتيق لا في حراقه لا في تواحد. واش بغيت تقول لي؟ ينصب عليكم وكان في بحال الله. دابا هو راه يكون دابا كيعيش العذاب داك الشيء والله خويا ما يدوب ليه بالله، هادشي درتي لي انا علم الله شحال من واحد دوس عليه سير الله ياخذ خليتني مخشوش مزنزن اصاحبي. اخويا ما فهمتش فيك والو اخويا، فلوس راه عادي اصاحبي، لا حول ولا قوة الا بالله. معك اخويا شحال من التليفون؟ انا نقول لك عاود 07
07 اخويا 72 72 18 27 27 70